كتبوا 5 روايات عن حياته، واليابانيون أنتجوا دوما تشبهه. ما لا تعرفه عن الملاكم المغربي بدر هاري، الذي تم اتهامه في وقت من الأوقات أنه على علاقة مثيرة للجدل مع كريستيانو رونالدو. من منا لا يعرف الملاكم الهولندي ذو الأصول المغربية بدر هاري، أو كما يسميه الجماهير The Golden Boy، والذي لطالما أبهرنا في نزالته القوية التي غالبا ما ينهيها بالضربة القاضية. سوف نعرفكم على ماذا حدث لبدر هاري بعد أن انسحب من نزاله ضد جيمس ماكسويني بعد الزلزال الذي ضرب المغرب، وعن مسيرته الرياضية وألقابه وعلاقته بكريستيانو رونالدو، وعن كيف استطاع أن يقنع زوجته الهولندية أن تصبح مسلمة. كل هذا سوف نجيب عنه إن شاهدتم الفيديو حتى النهاية ووضعتم لايك قبل المشاهدة. هيا تابعونا بعد الانترو. قرر بدر هاري بطل المغرب في رياضة الكيك بوكسينج إلغاء نزاله ضد الإنجليزي جيمس ماكسويني في العاصمة الفرنسية باريس ضمن أمسية الدوري 88 أو غلوري 88، تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة الماضي، والذي تجاوز عدد ضحاياه أزيد من 3000 شهيد. وفي الوقت الذي شهدت فيه هذه الأمسية مشاركة أبطال عالميين تنافسوا في أوزان مختلفة، فجأ البطل المغربي بدر هاري الجماهير بإلغاء نزاله ضد الإنجليزي جيمس ماكسويني تضامنا مع المغاربة الذين كانوا تحت الأنقاض. وصعد المقاتل المغربي إلى حلبة القاعة لودوم في باريس ليعبر عن تأثره البالغ وعدم استعداده لخوض النزال بسبب فاجعة الزلزال التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء وبينهم أطفال. وقال بدر هاري موجها خطابه إلى الجماهير الغفيرة وهو محاط بفريق عمله: إن الوقت ليس مناسبا للقتال بل لدعم ومساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف خسائر كبيرة. وتابع قائلا: كنت على استعداد لخوض النزال، لكنه عكر مزاجي وجعلني لا أفكر سوى في الضحايا والمصابين، لهذا أرفض القتال وإخواننا يبكون ويبحثون عن دويهم تحت الأنقاض. ويعتبر بدر هاري البالغ من العمر 37 سنة أحد أبرز المقاتلين العالميين في رياضة الكيك بوكسينج، قبل أن يتراجع مستواه في السنوات الأخيرة من كثرة الإصابات التي تعرض لها. ويعود آخر نزال خاضه بدر هاري إلى السنة الماضية عندما واجه الهولندي أليستير أوفريم في شهر أكتوبر تشرين الأول. تجمع بدر هاري علاقة خاصة يمكن وصفها بالروحية أو النفسية مع وطنه الأم المغرب، فهو المتنفس الذي يلجأ إليه كلما اشتدت الضغوط حوله، ويمكن وصفها بعلاقة وجدانية، فهو المكان الذي يلجأ إليه باستمرار بحثا عن الذات وعن استقراره النفسي. بدر هاري هو مقاتل هولندي الجنسية ومغربي النسب، بطل عالمي في رياضة الكيك بوكسينج والكي وان. ولد في 8 من ديسمبر كانون الأول سنة 1984، وتعود أصوله إلى حي الملاح في القنيطرة حيث كان يقيم والداه هناك، بينما عاش طفولته في حي بير رامي ولا يزال يمتلك منزلا هناك حتى الآن. وطيلة مسيرته الرياضية التي لا تزال مستمرة إلى حد الساعة التي أصور لكم في هذا الفيديو، فاز بدر ب 66 مباراة دولية من بينها 53 بالضربة القاضية، ومنها فوزه الشهير على السويدي فيصل مسرار، بينما خسر 7 لقاءات فقط وتعادل ب 14 نزال. خرجت موهبة بدر هاري إلى النور على يد مدربه الأول توم هارناج، الذي اكتشفه مثلما اكتشف أبطالا آخرين مثل بيرن أرنوس وميلفين مانهوف.
نشرت أربع كتب حول السيرة الذاتية لحياة بدر هاري، منها كتابان مختلفان، بينما صدرت الرواية الخامسة سنة 2013 من تأليف الكاتب الهولندي المغربي عبد القادر بن علي، وحملت عنوان الفتى الشقي. وفي الروايات الخمسة تطرق قصصها إلى بعض القصص التي توضح حياته المثيرة للجدل منذ الطفولة، إذ استطاع بدر هاري تحقيق إنجازات كبيرة ليست فقط على صعيد انتصاراته في الحلبة الملاكمة، بل أيضا تمكنه من التغلب على مصاعب الحياة، خاصة أنه كشاب عربي لجأ إلى أحد الأحياء المهمشة في العاصمة الهولندية أمستردام رفقة والديه المغاربة. وهناك عدة أخبار حاليا تروج على أن قصة بدر هاري ستصبح قريبا فيلما سينمائيا، حيث قال عبد القادر بن علي عن بدر هاري: كونك مغربيا في أمستردام ذلك يجعل فرص رقيك على السلم الاجتماعي شبه مستحيلة. وأضاف أن بدر هاري هو ظاهرة صوتية وعضلية في مجتمع هولندي تنطبق عليه الرتابة. وقد كشف المؤلف بن علي للصحافة الهولندية أنه باشر محادثات مع أحد أشهر المخرجين السينمائيين الهولنديين من أجل تحويل سيرة بدر هاري إلى فيلم سينمائي. يرى المجتمع الهولندي أن مجموعة من الشباب المغربي ترى في شخصية بدر هاري المتمردة بطلا خارقا خاصا، وأنه يتصدر الأخبار ويسرق قلب إحدى حسنوات أمستردام، ويكتب عنه الروائيون، ويصنع اليابانيون دمى تشبهه لتباع بالآلاف. فهو فتى تمكن من النجاة من الفشل، ونجح بطريقته الخاصة حين فشل آلاف من الرياضيين في نفس مجاله، سواء كانوا مغاربة أو هولنديين أو شباب رياضيين من مختلف دول العالم، لكن لم يستطع أي أحد أن يصل إلى النجومية التي وصل إليها بدر هاري في سن مبكرة من حياته. ويقصد العالم الهولندي بسرقة بدر هاري لقلب إحدى حسنوات أمستردام زوجته الهولندية إيسيل جوليس، حيث أعلنت هذه الأخيرة إسلامها في عام 2016، وذلك خلال تشييع جثمان شقيقة البطل العالمي بأحد مساجد مدينة القنيطرة القريبة من العاصمة المغربية الرباط. اتهمت صحيفة دي سان البريطانية سنة 2016 كريستيانو رونالدو بالسفر على متن طائرته الجيت الخاصة إلى المغرب مباشرة بعد خوضه للحصص التدريبية رفقة فريقه السابق ريال مدريد لقضاء وقت جيد صحبة بطل الكيك بوكسينج بدر هاري، وأنه تجمعهم علاقة مثلية مشتبه في أمرها. واستشهدت الصحيفة كذلك بأقوال الصحفي الفرنسي الشهير دانيال روليو الذي يشارك في أحد البرامج الشهيرة على إحدى قنوات التلفزيون الفرنسية، حيث قال الأخير أن الثنائي بدر وكريستيانو أكثر من مجرد صديقين، في إشارة إلى علاقتهم المثلية. وأشارت صحيفة ذاتها في نفس السياق إلى أن جميع الحضور المتواجد في استوديو برنامج دانيال روليو انبهر عند سماعه أن كريستيانو رونالدو يأخذ طائرته الخاصة 3 مرات أو 4 أسبوعيا باتجاه المغرب لعناق صديقه هاري. لكن الشيء الذي لم تكن تعرفه هذه الصحيفة هو أن بدر يعامل جميع أصدقائه برجولة، وهو مرح مع الجميع ولديه روح الدعابة، وكانوا يقولون عنه كلام ليس له أساس من الصحة، ويحاولون تشويه صورة الاثنين معا. المهم أصدقائي، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقطع اليوم، أتمنى أن يكون أعجبكم. سوف ننزل لكم بث مباشر يوم نزال بدر ضد جيمس، لذلك من فضلكم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. Peace and love، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله يا أصدقائي.